السلام عليكم، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير، ونتمنى تكون باقيين شادين في الريجيم ديالكم او التغذية الصحية. بطبيعة الحال من بعض المرات كنعيا باللحم، الدجاج، الكفتة، يعني هكا مرة في الاسبوع ولا جوج مرات في الاسبوع ناكلو، نديرو اكل اللي فقط يكون فيه الخضار في الفران. حتى ماكلة ديال الخضار راه كتجي بنينة بنينة بنينة. واهم حاجة كي كنكونو معك تكليت الكرعين وداك الشيء، صافي بغيت غير الخضره. انا صافي درت بطيطه حلوه في الفران على شكل فريت، ودرت الدنجال كيجي خطير، كيجي زوين في الفران. لا هو لا بطاطا حلوه على شكل فريت. الفطور ديالي كان حريشه ديال الزرع، بيض مسلوق، شويه ديال الزيتون، ونص ديال لافوكا، واتاي مسوس. هذا هو الفطور اللي فطرت به، يعني فطور كيشبع. كما كنعرفوا لافوكا فيها بزاف ديال الدهون اللي مزيانه. وليداتي صابت لهم فطور حيت هما كيمشيو بكري، درت لهم حريشات قلت يلا صابت لهم، حطيت لهم الرايب اللي كان صابو لهم في الدار. ولدي كان بغى فقط الدجاج الدامع، طيبتو ليه وحمرتو ليه مع لاشابلوغ في الفران. المهم حريشات ديال الشعير راني حاطهم ليكم في القناة. لافوكا دابا متوفرة، والثمن ديالها رخيص، ما بين 20 حتى 25 درهم، يعني استغلوها وكلوها، حتى هي راها مزيانة للريجيم وفيها دهون اللي هي صحية. هنا هاد الحريشات درتهم، راهم حاطهم ليكم في القناة بطبيعة الحال. اللي بغاهم غنحطهم لكم في صندوق الوصف، يعني تقدروا ديرهم وتحتفظوا بهم في المجمد. ما حطيت جوج ديال لافوكات، انا كنصاوب اتاي مسوس، حطيت شويه ديال الزيتون، وسلقت البيض. وبطبيعه الحال شربت جوج كيسان ديال الماء، كاس شربته كيف فقت انني نصاوب فطور وليداتي، وكاس تاني من بعد صاوبته. هادشي اللي حضرت كما شفتوا معايا، الفطور ديالنا هو هذا. فطور اللي هو صحي بطبيعه الحال، كيشبع، يعني كتجلسي حتى لاربعه د العشيه ولا خمسه ديال العشيه ما كيجيكش الجوع. بطبيعه الحال كيف فطرت، يعني من بعد بقيت كنفكر شنو ندير الغدا. المهم اتفقنا انا وراجلي ما نديرش شي حاجه فيها اللحوم. المهم شتا داكشي اللي عندي في الثلاجه درتو، جبت شي دنجالات كانوا تما، جبت شي بطاطات الحلوين شحال هادي هما عندي في الثلاجه، قلت هذا هو الوقت ديالهم. صافي نقيتهم وقطعتهم على شكل فريت، مع سلقهم ما حتى شي حاجه، يعني غنقطعهم فريت وغندير لهم تشرموله وندخلهم للفران. صافي ما تقطعهمش رقاق رقاق، يعني نقطعهم شويه يكونوا حيت في الفران كاين كي يتجمعوا كي ينشفوا، يعني قطعهم يكونوا شويه غلا. صافي من بعد الدنجال اعتبروا تقريبا لحساب الصبع ديال يديكم، يعني في الغلط بحال هكا، حيت هو تاني كيتجمع. هو راكم عارفين الدنجال داير بحال بونجه، يعني دغيا كيتجمع كيتكمش. صافي قطعته وخليت ليه القشره، القشره راه مزيانه حيت الالياف، يعني ماشي كاع الخضر كنزولوا لها القشره. صافي هنا يحتاج الزعتر تقريبا واحد جوج معالق صغار اللي هما عامرين. غندير نص الكميه في البطاطا ونص الكميه غنديرها في الدنجر. غندير التحميره وشويه ديال الزيت على حسب معلقه الزيت والملح. صافي غنخلط مزيان مزيان وغنديرهم في اللاطه. هذه هي البابريكا او التحميره، غندير واحد المعلقه اللي ما عامراش، ومعلقه ثاني في البطاطا الحلوه. واللي ما عندوش بطاطا حلوه يدير بطاطا عاديه، راه مسموح لينا في الرجيم اننا ناكلو فريت هكا في الفران. صافي درت راس معلقه ديال السودانيه حاره في الدنجال اختياريه، درت الملحه ودرت معلقه الزيت في الدنجال ومعلقه الزيت في البطاطا. زيت عادي، ما درتش زيت العود حيت زيت العود مع الحراره كتلق الدخان وما كتبقاش صحيه. المهم كنستعمل انا ديال نوار الشمس، هي اللي كنستعملها فقط الحاجه اللي كنديرها في الفران. اما الا كنت كنطيب شي حاجه راه كندير زيت العود. غنخلط مزيان مزيان الدجاج ديالي، ومن بعد غنكبد واحد اللاطه نفرش بها وغسل بغيزي وغنست فيها الخضره. صافي غندخلها للفران، بعد غندوز نصاوب ما طيشه البيض او التكسوكه او كل واحد يسميها كيما بغى. صافي دخلتها الفران، المهم مرضتو لها البال حتى البطاطا ديالكم طيب وتحمر، والدنجال راهم كيطيبوا في نفس الوقت. المهم خديت هنايا واحد 4 ديال الماطيشات، طريسات ديال الثومه، فلفله اللي كانت عندي في الثلاجه. المهم غنقي كلشي وغنديرهم انايا في هادو ديال الطين،
كل واحد وديالو، يعني كل واحد بغيتو ديرو في طويجين عائلي ديروه اللي بغيتو، اللي بغا يدير شويه الكروفيت عندو يدير، اللي بغا يدير شويه الكالامار يدير، اللي بغا يدير كويرات ديال الكفته يدير. المهم بقالكم نتوما الاختيار، راه حتى البيض راه كي يعني كيتحسب بروتين، يعني بحالو بحال اللحم الا كليتو راه ما يعني حتى هو راه بروتين. بعد ما نقيت الخضره ديالي غنقطعها رقيقه، وعندي الدريسه ديال الثومه، وعندي الفلفله، وندير ليهم واحد المعلقه صغيره د الزيت البلديه، معلقه صغيره، ونخليهم يتشحروا مزيان حتى تهبط ليا ديك الفلفله. ومن بعد عاد نزيد مطيشه. كما قلت لكم يعني اكله كتشبع ولذيذه بنينه، يعني اهم حاجه ان ماكله بنينه. وكما كنعرفوا شحال ما كلينا ديال الخضار، يعني ندخلوا الخضار، يعني نبعدوا على المعجنات. هذا هو الهدف ديالي، حرشه او خبيز او اللي فطرتوا به في الصباح صافي نساو شي حاجه سميتها المعجنات او الخبز. تقدروا تاكلوا واحد الفاكهه، كليت نص تفاحه اللي كليت يعني في هذا النهار. والعشيه ما ناخذ لا غوتي لا حتى شي حاجه، ما ناخذ لا كيكه لا حتى شي حاجه. الا خديت ناخذ كاس ديال القهوه ولا ناخذ اتاي. صافي قطعتهم هكا شكل اللي هما صغار وضفتهم في الطويجين ديالي، ونردهم على عافيه مهيله. دائما الحاجه اللي ما كتكونش فيها الزيت كثيره ديروها على عافيه تكون مهيله. شفتوا المعلقه راه صغيره ماشي المعلقه الكبيره. ندير معلقه هنا ومعلقه ليه، ورشيشه ديال الملحه، ونخلي هذيك الفلفله ديالي حتى تهبط. ومن بعد عاد نزيد ليها مطيشه والربيع، ونزيد التحميره والابزار والكمون. هذه العطريه اللي كندير، كنديرش انا خرقوم وسكنجبير في التكسوكه او البيض ومطيشه، كل واحد كي كيسميه. صافي يعني العافيه تكون مهيله، وخلي وتشحر حتى كتهبط لكم هذيك الفلفله، حطيفو مطيشه. صافي خليها طيب على خاطر هنايا عندي الدنجر والبطاطا راهم كيديروا في الفران، وفي نفس الوقت راه كنطيب بيض ومطيشه ديالي. صافي اللي مبغاش يدير الفلفله ما يديرش. المهم هنا عجنه الوليداتي البطبوط راه كنحتاجو ليهم، يعني فيها فرينه البلديه والفينو، يعني ما درتش ليهم الدقيق الابيض نهائيا، يعني هكا كنصاوب ليهم، نحتاجو ليهم في الفطور في ساندويتشات في الليل، يعني راكو عارفين الوليدات. صافي درت شويه ديال القزبر ومعدنوس، ودرت الكمون، وندير التحميره وشويه ديال الابزار، وغنغطي عليهم بواحد الطبسيل، ونخلي حتى تهبط لي هذيك مطيشه. ومن بعد كنزيد كل واحد كنزيد فيه جوج ديال البيضات، يعني راهم كافيين للشخص الواحد، يعني اكله راه كتشبع. الا كان عندكم بيض البلدي من الاحسن، كيف كي كيكون عندي متوفر راه كنديرو، كي ما يكونش عندي متوفر كنستعمل البيض العادي. صافي رش شويه ديال الملح وشويه ديال الكمون، ونخلي هذاك البيض، ونزيد عليه واحد المزيوده اللي مرقده، شويه الزيتون كحل، وشويه ديال القزبر ومعدنوس اللي خليته في الاخير. صافي وها الغديوه ديالنا واجده بالصحه والراحه، يعني اكله اللي هي مشبعه نو فيها البروتين فيها الخضار، يعني غديوه زوينه بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوها، يعني الريجيم راه ماشي حرمان نهائيا. الريجيم الى بغيتو انكم تستمروا فيه خص الماكله تكون بنينه، ماكله تكون زوينه. هذا راه نمط حياه صحي، وخا طيحوا الوزن تبقاو محافظين على الوزن اللي طيحتوه الحياه ديالكم كلها، يعني نمط حياه. هذه هي اللي خصك تسميها وتبقاي تقوليها لراسك، كتاكلي ماكله بنينه. الا بقيتي كتاكلي حاجه مبخره وهذه راه تعيي وعادي تملي. الدنجال هو هذا، راه كيجي محمر وسوين كما شفتوا معايا، كتجي غديوه يا سلام. المهم هذا هو، درت له واحد المزيوده شويه ديال الزيتون شويه قزبر ومعدنوس. هذه هي الغديوه ديالنا، بسيطه جدا. انا كنشارك معكم البسيط، وغير البسيط اللي كتبان ليا كنديرها كنشاركها معكم، يعني فقط نشوفوا شنو بغينا شنو تشهينا ونوضو نطيبو. اهم حاجه ما نديروش الزيت، ما ناكلوش الخبز، وكلي اختي اللي بغيتي حتى تشبعي، وماكله اللي هي زوينه. صافي المهم كليت بطبيعه الحال بلا خبز. المهم الا جاني الجوع ناخذ واحد طريف ديال داك الخبز ديال العدس، ندير عليه فرماجه وشويه ديال الخيار،
ما جانيش الجوع ما كناكلش، راه ماشي يوميا كنتعشى انا على حساب، جاني الجوع راه كندير العشاء، ما جانيش الجوع راه ما كنتعشاش، لا جاني الجوع غنديرها بحال هكا، عجبت الطريف ديال الخبز ديال العدس دير عليه فرماج ونتعشى، ما جانيش الجوع اختي كنعس. كذب عليك نقول لك راه كنتعشى يوميا على حساب، هادشي اللي كاين مخبيت عليكم والو، خليت لكم الراحه ونتلاقاو فيديوهات جداد ان شاء الله. وشكرا كاع اللي اشتركوا عندي في القناه، مرحبا والف مرحبا، ما تنساوناش بشي لايك وشي تعليق يكون زوين هكا القناه يلاه باديه، باش نستمروا هكا انا وياكم في التغذيه الصحيه وكل وحده توصل الوزن اللي بغات. نشكركم كاملين اللي كتخليوا لي تعليقات زوينه، راه حنا كنتشجعوا مع بعضياتنا.